سعادة الرئيس، هل ستفتحون الحدود مع الجارة الشقيقة دولة المغرب طبقا لتطلعات الشعب الجزائري والشعب المغربي؟ قضية فتح الحدود، أنا أقول لك الحدود ممكن تفتح يوم من الأيام. إلى متى؟ لقد طال الانتظار، الكل يرغب في فتح الحدود، افتحوها إذن، ماذا تنتظرون؟ ولكن أعتذر. أنت تطلب اعتذار المغرب، ماذا تقصد بالضبط؟ ماذا اقترف المغرب في حق الجزائر لكي يعتذر؟ ربما تقصد بذلك أحداثا وقعت في زمن بعيد، أليس كذلك سعادة الرئيس؟ الحدود ما تغلقتش على باب الصحراء الغربية. نعلم ذلك سعادة الرئيس، الكل يعرف القصة، الكل يعرف لماذا أغلقت الحدود، أين المشكل في ذلك؟ سعادة الرئيس، للماضي أحداثه وأناسه، وللحاضر أحداثه وطموحاته وأناسه أيضا. شباب اليوم لهم نظرة تختلف كليا عن نظرة أجدادهم. افتح الحدود، افتح الحدود يا سيدي الرئيس، قم بفعل شيء. ما نشوهش الواقع. أنتم أساسا فعلا تشوهون الواقع للأسف العميق. كانوا عندي شبان جامعيين، هذاك وين كملوا، مشاو يتفسحوا تما 3 أيام باش خرجوا. حتى المغرب يتذكر. تقبض عودك، ترك فوق عودك والفيزا وما نعرف واش. هذه ما فهمتهاش صراحة، ما فهمتش هذه. عاودها من جديد عافاك، عاودها سعادة الرئيس. غير كم ساعة تقبض عودك، ترك فوق عودك والفيزا وما نعرف واش. يا رب صافي، تفهمنا على القضية دي. يلا استرسل. واحد ما يشتمش المستقبل. بمعنى؟ نقولك يعتذر. بمعنى غادي يعتذر؟ يعتذر للشعب الجزائري. وعلاش؟ لأن من أهان أنذاك هو الشعب الجزائري. وبركة من ديك الأسطوانة، ديك الأسطوانة طلعت في الراس من 60 ونفس الأسطوانة تتكرر غير بطرق أخرى. أنا كما يقول لك الباب اللي يجي منها الريح سد مستريح. ياك سيدي هذا كلامك الاخر. طاحوا مع سي اليمين في حل وجزائري محض قح، قال ما لها الفيزا تاعك، اين الحدود بالله. هذا ما كان سيدي والنبي عليه الصلاه والسلام، ولكن شوفوا كان الله يخليك. شوف هكا صرا. انا ما نتفق معاك، ماليش نهضر على شيء. قال لي الاخر صحيح. انا داتني نعره على أولاد الجزائر اللي تهانوا 12 تاع الليل، واحد من 60 عام تخرجوا من الشامبرة تاعو، ما تخلاش تعرف المحفظة تاعو والضرب كود فيه، خلاص ما تتقبلش، ما نقبلها لا اليوم لا غدوة. اعتذر للشعب الجزائري، قال وقعت غلطة ونسمحوا وطلبوا السماح وكذا، وممكن تما الأمور تصلح. صراحة محزن، والله محزن بالله. بعد ما حكيتي هذه الحكايه كلها كاع وطلبتي الاعتذار، اليك هذا الفيديو هذا لعله سيغير من فلسفتك ومن سياستك الشيء الكثير. مشاهده محزنه. واليك التفاصيل سيدي الرئيس. يخرج باللباس الذي كان عليه حافي وترميه وراء الحدود هنا، ما امر بها الله ولا الرسول ولا القران ولا الديمقراطيه ولا حقوق الانسان. انا اذكر وانا ابن الغرب الجزائري، وأذكر وكم أندم على نفسي وأخجل، رغم أن رفع عني القلم لأني لم أكن بالغا ذلك الوقت، يعني ربما كنت صغير وكذا. عندما فتحنا أعيننا وبيوم العيد الفطر، عيد الأضحى، وأنا أسكن هنا في الغرب الجزائري في ولاية بين تلمسان وبالعباس، إخواننا الذين درسوا معنا ولا يبنى معهم والصيبة قضيناه مع بعض، شوف يعني قرار أهوج. صلينا الصبح
فإذا بسيارات الجيش وسيارات الدرك الوطني تدق الأبواب على الجزائريين، هذول جزائريين كان مغاربة انت اللي عايش هناك. بعدين احنا عرفنا هذول انه مغاربة، ما عمرنا ما كنا نعرف ان هذول مغاربة. البشير والدرويش وقويدر وعمي المعراج، يعني تخيل انت الصدمة النفسية لحد الآن مش قادر نستيقظ منها، يعني تخيل انت الصدمة النفسية لحد الآن مش قادر نستيقظ منها. لأن الوعي كان قليل، كنا نصفق من الدولة. بلاش تاخذوا واحدة اسمها يعني عمتي الزكراوية، كنا نسميها خالتي الزكراوية، والله خلت العيد معلق. العيد خلتهم بالقوة، يعني خلوهم بالقوة ورموا في الشاحنة. طيب هذا الرجل يقول لك انا ما نعرفش المغرب يا جماعه، لا لا ابوك انت اصلا مغربي، يا ابني انا مولود هنا في مباديس، مولود في تموشن، مولود في سيدي بالعباس، مولود في تلمسان، انا هنا في هذه الزراعه وهذه التربه انا نشات بها، اختلط روحي ودمي بها، كيف تطردونني؟ العقليه المعفنه، العقليه الراي الواحد، لا حقوق انسان، لا مراعاه لتعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم. فانا اذكر في ذلك الوقت فقط يعني كتدليل على ان الراي الحمد لله معركه الوعي في تصاعد في ارتقاء. انا متصور الان الشعوب لن تقبل هذا لا في الجزائر ولا في المغرب، وشهادة لله بالرغم من أنه ذلك الوقت كان حسن الثاني يعني وردة فعله مع الجزائريين من أصول جزائرية، المغاربة من أصول ما كانت بهذا الشكل. وشهادة لله بالرغم من أنه ذلك الوقت كان حسن الثاني يعني وردة فعله مع الجزائريين من أصول جزائرية، المغاربة من أصول ما كانت بهذا الشكل. وشهادة لله بالرغم من أنه ذلك الوقت كان حسن الثاني يعني وردة فعله. لا هاني يا سيد الرئيس، هذا واجب، هذا لا شكر على واجب. ما نتمنينا نكونوا واعيينك واحد شوية. أوه وحتى انت يا راك معذور، لأن الصراحة في الدول الديكتاتورية لا ديمقراطية الرئيس ما تيسوى والو، كاين المنظومة يعني غير ما تطبقها ولا غادي تمشي في حالك. والدليل هو أبو ضياف اللي عاش في المغرب، بالمناسبة اللي كان لاجئ في المغرب، بوضياف من الثوار ديال الثورة الجزائرية ضد الفرنسيين، كان عايش في المغرب ولما استقدم ليكون رئيسا ولم يطبق ما قيل له قتلوه.